دعا الناطق الرسمي للجيش الوطني العميد الركن عبد مجلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى تصنيف ميليشيات الحوثي الإنقلابية كجماعة إرهابية وإدانة الجرائم والأعمال الإرهابية والانتهاكات التي تمارسها بحق المدنيين، كما دعا الأمم المتحدة للإسراع إلى القيام بمسؤوليتها في حماية المدنيين في مختلف المحافظات اليمنية. جاء ذلك إثر استهداف الميليشيات الحوثية ظهر اليوم الجمعة بصاروخ باليستي سقط في أحد الأحياء السكنية بمدينة مأرب ضمن استهدافها الإرهابي الممنهج والمتعمد على المدنيين.